تغسلي بيدك سخنو وبحال صافي بداو كينشفو لا بو علاش قلت لك في الاول ديري مقشر ديال القهوه مقشر القهوه السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو وغادي يكون اول فيديو بطبيعه الحال بعد ما كملت 100,000 ابوني او 100,000 مشترك في القناه. فما نقدرش انني نبدا ديريكتومون في الوصفه، وانما خصني ضروري نشكركم. واخا شكرتكم في هذاك لا فيديو، بغيت نشكركم بزاف 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 من اعماق قلبي والله العظيم، نتوما اللي وصلتوني لهاد المرتبه هذه. ونتمنى من الله انني نكون عند حسن ظنكم كاملين يا ربي. وكنشكركم والله العظيم وعزازين عليا، وكيف ما انا عزيزه عليكم حتى نتوما عزازين عليا بزاف. والله يحقق لكم ما كتمنوا في خاطركم، كيف ما فرحتوني حيت نتوما من بعد الله سبحانه وتعالى نتوما اللي فرحتوني. نتمنى من الله انه يفرحكم في داكشي اللي كتمنوا في خواتركم. حاجه واحده اخرى، كان واحد الكم هائل ديال الميساجات ديال لي كومونتير وجاوبت عليهم بطبيعه الحال. الناس كيباركوا ليا، كنشكركم صراحه. لقيت ثلاثه ديال لي كومونتير يعني عندي واحد الكم هائل ديال لي كومونتير، ولكن كاينين ثلاثه ديال لي كومونتير ما زوينينش هكا، كاين الحجر وهذا، وانتم تتشطحوا وتديروا وتتفعلوا وتتركوا. انا ما درتش عاس، انا ما درتش الدقيقيه، ما درتش الماكله والشراب، ما جمعتش الناس، ما عرضتش على الناس. هذه فقط غير ديك الفرحه انني كم يعني جاتني مفاجاه. حتى داك ديك 100 كالي كانت معلقه في الحيط ونفخات وداكشي، ما علمش عليهم، جابهم يوسف ما علم على حتى شي حاجه. انا يعني بحال هذا ليا سوربريز، يعني فرحني وداكشي، حيت ملي كنشوف الناس كملوا 100 كا كيديروا هذيك اللعيبه في الحيط حتى هما وهذا، فتا انا كيعجبني صراحه داكشي. انا عارفه كاين الوباء، كاين الحجر الصحي، كاينين ظروف دايره، ولكن الدوله راه ما فرضتش عليك تجلسي في دارك وتبكي. لا، غادي تجلسي في دارك تحمي راسك، تحمي العائله ديالك، وفي نفس الوقت تعيشي حياتك بشكل طبيعي. طبيعي الا سمعتي شي واحد من العائله ديالك طرات ليه شي حاجه راه غادي تفرحي ليه عادي، واش غادي تعزيه؟ بالعكس، الناس فرحوا ليا حيت انا كملت 100 ابوني. فرحت بزاف لانني كملتها مدة ديال 3 سنين، طبيعي نفرح، طبيعي، شيء طبيعي. وكون ما كانش الوباء وكون ما كانش الحجر ما كنتوش غادي تشوفوا داكشي، كنتو غتشوفوا حاجه واحده اخرى، يكونوا مجموعين معايا عائلتي بطبيعه الحال. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي غادي ندير هذيك القضيه ان شاء الله يا ربي، ونجمع لا فامي ديالي حيت ما كانوش معايا، نجمعو مني وصلني الضيع الفضي ان شاء الله يا ربي. واش غادي نقول لكم؟ الله يسامح لكم، عوض ما تدخلوا وتتباركوا لواحد الانسان اللي فرحان كتدخلوا كتنكدوها عليه، سبحان الله ما فهمتكمش، بغيتوا تزيدوا تأزموا اكثر ما هي مأزمه. حنا عارفين كاين الوباء، ولكن خصك تعيش حياتك بشكل طبيعي، عيش حياتك بشكل طبيعي، كل شرب نعس صلي عبد الله طلب الله انه يحيد الوباء، وفي نفس الوقت الا جاتك شي مفاجاه راه غادي تفرح، شيء طبيعي. بركه ما تبقاو تبينوا على القلوب ديالكم السوداء، خليكم بحال الناس الواعرين، بحال الناس الواعيين، بحال الناس المستوى ديالهم واعر اللي كتبوا لي كومونتيرات جد 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 رائعه. شكرا 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 من اعماق قلبي، طولت عليكم. نبداو الوصفه اللي غادي تكون وصفه ديال اليدين ان شاء الله يا ربي. ندوزو نشوفو المكونات، نعاود نرجع معكم باش ندير اليدين. اذا حباباتي، بالنسبه للوصفه ديالي ديال اليوم راه ساهله وبسيطه بزاف، وكل شيء عندك في الدار، كل شيء عندك دابا يعني عندك في الكوزينه. بالنسبه لاول مكون عندي هنايا طحين ديال الزرع، ها هو طحين ديال الزرع. عندي الخل الحمر عادي اللي كنطيبو به، وعندي الحليب دافي كما كتشوفوا، ماشي سخون وماشي بارد، وماشي يعني يكون دافي شي شويه وصافي. هنا غادي ناخذ واحد جوج ديال المعالقات بحال هكا، راه زوينه هاد الوصفه. غنزيد قطرات تقريبا واحد 5 ديال قطرات ديال الخل، وغادي نزيد الحليب اللي غادي نخلط به.
غادي نزيد شويه الطحين انني كثرت، هي راه كتشرب بطبيعه الحال هانتوما تكون بحال هكا. هانتوما بحال دابا انا درت هذا، درت 4 ديال المعالق ديال الطحين وخلطت بالحليب. شفتوا الخل كديروها 5 القطيرات يعني ما كتكثروش. صافي دابا غادي ندوز باش نديرها اليديه. الغزالات ديالي انا رجعت معكم بعد ما خلطت الوصفه ديالي. هانتوما كتكون بحال هكا، سهله بزاف يعني ما غاديش تحتاجي شي حاجه. هاد الوصفه هذه صراحه راه زوينه بزاف اليدين، راه كتبيض كترطب كتحيد لك التجاعيد، كتحيد لك هذيك الكحوليه اولا هذيك الزروقيه اللي كتكون في هاد البليصات هادو، في هاد البليصات اللي كيكونوا مكمشين. يكفي انك كتاخدي الخلطه ديالك اليدين، ملي كنقول اليدين راه من هنا لهنايا هانتيا، وكتفركيهم مزيان كتخشي هنا بين الصباع، كتحاولي ديري مساج اولا قوماج بحال هكا. يعني كتخلي ان لابو ديالك كتستافد من هاد الوصفه هذه، وصفه جد رائعه البنات. جربوها وردوا عليا الخبر، والريحه ديال زوينه والطحين ديال القمح راه زوين بزاف، كيبيض لا هو ولا الشوفان. كتحاولي انك ديري هكا. بالنسبه للخل معقم، كيحيد البكتيريا وكيقتل الفطريات خصوصا اللي كيكونوا في الضفار. طبيعه الحال ما تنساوش الضفار ديالكم هكا، المهم كتفركيها مزيان. هذه راه غادي تخلي لك يديداتك على مبيضاتو، على مبيضاتو ويلي. شوف مع هاد الحجر الصحي والصيام اختكم فاطمه الزهراء كتلف ليها الهضره كما كتشوفوا، كتماصيو مزيان 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 مزيان. ركزوا لي على هاد البلايص هانتوما، هادي ديال اليدين والرجلين بطبيعه الحال. غادي نخليوها تقريبا ديك 15 دقيقه في يدينا. من بعد ملي كديري مساج بحال هكا اولا كديري اول حاجه قبل ما ديري هاد الوصفه هادي، من الاحسن ديري قوماج ديال القهوه حيديه وعاد ديري هاد الوصفه هادي، هكا غادي تستافدي منها اكثر. شفتي من بعد شنو غادي ديري؟ غادي تاخدي سلوفان، ها هو هاد السلوفان دغيا كي صافي. كتحاولي انك هانت كتحاولي انك زمتي على يديك والرجلين حتى هما زمتي مزيان. العرايسات ديروها زوينه صراحه، ديروا هاد الخلطه هذه اللي يدين كتبيض. صافي كتزمتي على يدك بهذه الطريقه هذه حتى كتحسي بيديك سخنو، كتحسي بيدك سخنو وبحال صافي بداو كينشفوا لابو. علاش قلت لك في الاول ديري مقشر ديال القهوه؟ مقشر القهوه كتحيدي الوساخ، كتحيدي اي حاجه كتكون في لابو ديالك ديال يديك ورجليك، قشره ولا اي حاجه، وكتحلي المسام بطبيعه الحال. ومن بعد ملي كديري هذه الوصفه وكتسخن في يديك هذيك الرطوبيه كامله اللي كانت في هذه الوصفه هذه كتدخل في الخلايا ديال اليدين اولا كتدخل البشره ديالك لداخل. ملي كتحيدي السلوفان كتلقايها ناشفه وكتحاولي انك تبرميها مزيان. شفتوا زوينه بزاف، كنصح بها العرايسات البنات اللي مقبلات على الزواج، ديروها اليدين والرجلين راه زوينه. هتقولوا لي واش حتى الجسم؟ ممكن ديرها الجسم ديالك كامل، ولكن
انا جايباها على قبل اليدين والرجلين، كترطب كتحيد لك الكحوليه اللي كتكون في هاد البلايص هادو. بزاف البنات كنشوف ان اليد ديالها مثلا البنت بيضه ولكن كتجي حتى لهاد المناطق هادو، هاد ليكود هادو ديال اليدين ديال الصبيعات، وكيكحلوا تيتكمشوا. فحاولي ما امكن انك دائما ديري هاد الخلطه هادي، صراحه راه زوينه بزاف بزاف. خليها ربع ساعه في يديك ومن بعد غسليها، وقبل ما ديريها ديري القماش اللي قلت لك ديال القهوه والزيت البلديه، اولا ديال السكر وزيت البلديه اللي بغيتي. هي بخي ديريها، ديري السلوفان، خليها حتى تزمت، حيدي السلوفان صافي وبرميها. غادي تلقاي ان يعني انا غادي ندير معكم بطبيعه الحال، كونوا هانيين، يعني كاع هذيك ديك الماده ديال الطحين ها هو غادي تولي يولي اللون ديالها مغموق، بحيث انك كتقشري في نفس الوقت ديك الطبقه الكحله اللي كتكون في اليدين. انا غادي نخليها ونعاود نرجع. البنات انا غادي نحيد دابا يا بلاستيكه بعد ما خليتها ربع ساعه في يديا. عرفت شوش باين؟ سمحوا لي غير نقاد الكاميرا. صافي كنبدا نبرم. هانتوما المهم الغزالات ديالي، بعد ما شفنا الوصفه ديالنا وطبقنا على يدينا كما كتشوفوا، صراحه النتيجه ديالها رائعه زوينه بزاف. خصكم غير داوموها، ديروها كل نهار، ما عنديش المشكل، يعني ما كاينش وقت محدد انك ديريها. فوق ما رشقات لك عليها ديريها، راه زوينه يعني اليدين والرجلين. قبل ديري التقشير ومن بعد ديريها، ومن بعد غادي تبرميها عادي. زوينه بزاف صراحه. بنات لا يقولوا لي واش نديروها لوجهنا، لا ما ديرهاش لوجهك بطبيعه الحال، هذه خاصه اليدين والرجلين، ديجا فيها الخل، الخل ما كيدارش للوجه. هادو هما المعلومات اللي نقدر نعطيكم في هاد لا فيديو. المهم حباباتي تهلاو ليا فريوسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. شكرا لكم على الدعم ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات وتابوناو الا كنتو يلا كتشوفوا القناه لاول مره. ومرحبا بالجميع، السلام عليكم وبالصحه والطول.